السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنتحدث على أفضل العملات التي يمكنها أن تصل إلى 10 دولار. اخترنا لكم 5 عملات، سنقوم بمراجعة مشاريع هذه العملات، سنتحدث على كل كبيرة وصغيرة، خصوصا أننا لازلنا في حالة إيجابية. البيتكوين يستعيد عافيته ويعود لأسعار 51,000 دولار بعدما كان انخفض لأسعار 43,000 دولار. آنذاك كان خوف كبير، كان ذعر في المستثمرين، والسوق بدأ يعود تدريجيا. بدأنا نرى الإيجابية، خصوصا أن هيمنة البيتكوين الآن لا زالت في 61.60، وهذا دعم قوي. 60 دائما تنخفض إليها نسبة احتكار البيتكوين، دومينانس البيتكوين، ثم تظهر لنا الإيجابية. ولكن في سنة 2017 عندما تم كسر 60%، اتجهنا إلى 35%. يعني ممكن أن نقول لا زال هناك ارتفاع قوي قادم، لم تنتهي موجة الارتفاع. ممكن أن نقول لا زلنا في بداية العملات البديلة، لأن 60% ليست دعم الذي انتهى فيه نزول هذه النسبة في سنة 2017، لأنها وصلت لـ 35%. إذا وصلت فقط إلى 52% هنا في هذا الدعم الثاني، فستعرف العملات الرقمية البديلة ارتفاع قوي 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 جدا. وبخصوص موضوع آخر، بخصوص بنك سكريل، من الأفضل حاول ألا تقوم بعمل تحويل بنكي مباشر من بنك سكريل إلى البنك الموجود في بلدك. حاول أن تستخدم الفيزا العالمية. إذا كنت في أي بلد عربي وتريد سحب أرباح العملات الرقمية، فاستخدم الفيزا. الاقتطاع تقريبا 7.5%. إذا استخدمت الفيزا أو إذا استخدمت تحويل بنكي مباشر عن طريق الريب بنك، يكون اقتطاع أكثر. لذلك من الأفضل حاول أن تقوم بإنشاء فيزا عالمية. هناك الكثير من البنوك تتيح لك فيزا عالمية، هي التي أستخدمها في بنك سكريل. المهم، هذا ليس موضوعنا اليوم، فقط نريد أن نذكركم ببعض الأمور المهمة. الآن سنبدأ حديثنا على أول العملات، عملة البات. سعرها الحالي 0.69. الماركت كاب الخاصة بالعملة 1 مليار دولار. الفوليوم اليوم السيولة 318 مليون دولار. ما يروج في العملة حاليا 1.4 مليار. توتال سبلاي هو 1.5 مليار. ما هو مشروع العملة؟ كما يعلم الجميع، هناك الكثير من المتصفحات المعروفة، أشهرهم جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس. مؤسس موزيلا فايرفوكس هو مؤسس هذا المشروع. يمكنك أن تكون قد استخدمت متصفح البريف، متصفح لا مركزي معروف، يتيح لك الكثير من الخدمات. ذلك المتصفح هو مشروع هذه العملة. ذلك المتصفح يتيح لك أمان عالي في استخدام خصوصيتك، مثلا المعلومات الخاصة بك. لا يمكنك إذا أردت أن لا تظهر الاي بي الخاص بك. يمكنك الولوج لبعض المواقع الغير متاحة أو بعض الخدمات الغير متاحة في المتصفحات كمثال موزيلا فايرفوكس أو الجوجل كروم. يمكنك أن تدفع وتشتري بعض الأشياء من خلال هذا المتصفح عن طريق هذا التوكن. لديهم ديفاي خاص بهم، لديهم خدمات يتيحونها لك، لديهم العديد من الشراكات. يعني عندما ترى أن مؤسس هذا المشروع هو مؤسس الموزيلا فايرفوكس، عندما ترى فريق أسس مشروع وذلك المشروع الأول نجح وأخذ شهرة كبيرة، وقاموا بإنشاء مشروع آخر في اتجاه آخر، يعني غيروا فقط الموزيلا فايرفوكس مركزي والبريف لا مركزي، فضروري سيكون هذا المشروع ناجح. هناك دعم كبير من الكثير من المؤسسات لهذا المشروع. هذه العملة موجودة على أكبر المنصات، من بينهم الباينانس والكوين بيز برو. مثل المنصات مثلا الكوين بيز برو لا تقوم بإدراج أي عملة فاشلة أو مشروع سكام، لأن المنصات الأمريكية معروفة، تكون متابعة من لجنة الأوراق المالية الأمريكية، لأن هذه اللجنة هي أتت أولا لحماية المواطن الأمريكي،
مثل هذه المنصات لا يمكنها أن تقوم بإدخال عملات سكام أو عملات لا شيء. مشروع البيزيك من المشاريع الجيدة، كل عملة لديها اختصاص في هذا المجال. هناك من تشغل بلوكتشين، هناك من تشغل ديفاي، هناك من تشغل الديكس، هناك من تشغل الأوريكل، هناك من تشغل فيريفيكيشن. كل مشروع، كل عملة لديها مشروع خاص بها. نرى أقل سعر بدأت به هو سعر 0.06 سنة 2017، منذ 4 سنوات. أقصى مبلغ وصلت إليه منذ 3 سنوات سنة 2018 هو سعر 0.98 تقريبا $1. حاليا في أسعار 0.69. صراحة مشروع جيد جيد جدا، من المشاريع القوية التي يمكن أن نراها في أسعار كبيرة في قادم الأيام أو قادم الشهور. هذه العملات اللونج تيرم، عملات جيدة. كل عملة كما قلت لكم لديها اختصاص خاص بها، من العملات التي لديها منتج جيد، منتج البريف، يمكنك استخدام ذلك المتصفح واستخدام هذا التوكن. لديهم الكثير من الشراكات، مشروع جيد من أقوى العملات الموجودة حاليا، خصوصا أن السيولة سيولة محترمة، $318 مليون كسيولة يومية لهذه العملة. ننتقل لعملة لوبرين، سعرها الحالي 0.56، الماركت كاب الخاصة بالعملة $694 مليون، الفوليوم اليومي لا بأس به $33 مليون، ما يروج في العملة حاليا 1.2 مليار، توتال سبلاي هو 1.3 مليار، والماكس سبلاي هو 1.3 مليار. ما هو مشروع العملة؟ هناك الكثير من المنصات التي تشتري من خلالها العملات، كمثال منصة الباينانس. منصة الباينانس، أنت عندما تدخل كمستخدم لهذه المنصة وتريد مثلا اختيار شراء أي عملة، كمثال عملة الأدا، كمثال عملة الكاردانو أو أي عملة، مثلا أنت عندما تدخل للمنصة وتريد شراء العملة، هنا ترى طلبات البيع والشراء الخاصة بأي عملة. عندما تريد مثلا الشراء تضغط هنا على هذا الشخص وتشتري مباشرة، تشتري. هناك من يسهر على هذه الخدمة، هناك يعني بوتات تشتري لك من هذا السوق. من يسهر على عملية البيع والشراء هي عملة لوبرين. عملة لوبرين من العملات التي تشتغل في المنصات اللامركزية والمنصات المركزية، لديها شراكات عديدة مع منصات كالباينانس كمنصات أخرى. واختصاص الأولي للوبرين هم المنصات اللامركزية الديكس. هذه العملة هي الأخرى تشغل ديفاي، تشغل الأتريوم، مؤخرا قامت بجلب تقريبا $1 مليار في ديفاي الأتريوم. هذه العملة يثق فيها الأتريوم بشكل كبير. عملة لوبرين من المشاريع القوية والتي تعطي الكثير الكثير من الخدمات لهذا المجال، خصوصا أن الآن كل المشاريع الخاصة بالعملات الرقمية يقومون بإنشاء منصات لا مركزية لكي يتم طرح فيها منتوجات الديفاي أو الستيكين أو البول الخاص بتلك العملة. فضروري أن تستعين بعملات اختصاصها ديكس، كمثال عملة لوبرين. من العملات التي سنراها في أسعار كبيرة هي الأخرى. نرى الأسعار التي وصلت إليها سنة 2018. أقصى مبلغ وصلت إليه منذ 3 سنوات هو سعر 2.59. أقل سعر انخفضت إليه هو سنة 2019 سعر 0.02، حاليا في أسعار 0.56. من المشاريع القوية والعملات الجيدة، نرى الأسواق التي يمكنك أن تشتري منها هذه العملة، موجودة على الباينانس، أوكي إكس، والكوين بيز برو. هذه كلها منصات جيدة وأفضل المنصات. منصة أتداول عليها هي منصة الباينانس. إذا كنت أول مرة تريد الدخول لهذا المجال، ادخل لهذا الفيديو، أسفل الفيديو في الديسكريبشن الوصف ستجد كل الشروحات التي تبحث عليها، سواء كيف تبدأ تداول في العملات الرقمية أو طريقة سحب أرباح العملات الرقمية، كل الأشياء التي يمكنك أن تبحث عليها وتأخذ لك وقت ستجدها في الديسكريبشن.
ننتقل لثالث العملات، عملة الايكون. عملة الايكون سعرها الحالي 1.93 دولار. الماركت كاب الخاصة بالعملة 1.1 مليار دولار. ما يروج في العملة حاليا 592 مليون وحدة عملة ايكون. توتال سبلاي هو 800 مليون. الفوليوم اليومي محترم 729 مليون دولار. مؤخرا ارتفع سعر العملة بشكل كبير كبير جدا، كنا قد تحدثنا عليها مسبقا عندما كانت في أسعار قليلة. السبب هو الاير دروب الذي تم طرحه من هذا المشروع. عملة أخرى ما عليك سوى أن تشتري عملة الإيكون وتتركها في محفظتك أو على منصة الباينانس، ثم ستأخذ نصيبك من العملة التي ستطرح لك أنت مجانا. هذه العملية تسمى الاير دروب، تقع تقريبا في كل العملات. بخصوص عملة الإيكون، ما هو مشروع الإيكون؟ إيكون من العملات المعروفة والقوية، عملة كورية. هناك من يسميها الأتريوم الكوري عملة الإيكون. لديها الكثير من الشراكات مع مؤسسات كورية، مؤسسات في سنغافورة، مؤسسات في أوكرانيا، من المشاريع الجيدة والتي يثق فيها الكثير من المستثمرين. مؤخرا قاموا بطرح الديفاي الخاص بهم، قاموا بطرح الكثير من المنتوجات الجيدة. مشروع الإيكون من المشاريع الجيدة، خصوصا أنها في سنة 2018 كانت تجاوزت 10 دولار. نرى الأول تايم هاي والأول تايم لو إلى أي حد انخفضت وإلى أي حد ارتفعت. أقصى مبلغ وصلت إليه سنة 2018 الأول تايم هاي منذ 3 سنوات سعر 12.64، يعني أكثر من 12 دولار. أقل مبلغ انخفضت إليه منذ سنة تقريبا سنة 2020 0.10 الأول تايم لو. عملة الإيكون من المشاريع القوية والجيدة والتي يثق بها الكثير من المستثمرين، ولديها شراكات مع الكثير من المؤسسات، من العملات القوية والتي سنراها في أسعار كبيرة. ننتقل لرابع العملات، عملة الأنتولوجي. عملة الأنتولوجي سعرها الحالي 1 دولار. الماركت كاب الخاصة بالعملة 826 مليون دولار. الفوليوم اليومي محترم 270 مليون دولار. ما يروج في العملة حاليا 807 مليون. توتال سبلاي هو مليار والماكس سبلاي هو مليار. ما هو مشروع عملة الأنتولوجي؟ كما يعلم الجميع هناك بعض العملات التي أنشئت عن طريق البلوكتشين الخاصة بالأتريوم، وبعد إنشائها عن طريق الـERC20 الآن قامت بإنشاء بلوكتشين خاصة بها وبدأت تعطي حلول لهذه التكنولوجيا، وقامت بعمل العديد من الشراكات واختصت فقط في البلوكتشين، وأصبحت تمد يد المساعدة لبعض المشاريع أو المؤسسات التي تدخل لهذا المجال. كذلك عملة الأنتولوجي من العملات التي أنشئت عن طريق عملة النيو. عملة النيو هي من العملات التي كانت من العملات الثانية السباقة لطرح البلوكتشين الخاص بها وطرح إمكانية إنشاء عملة خاصة بك عن طريق عملة النيو. هناك بعض العملات التي أنشئت عن طريق النيو، كمثال عملة الأنتولوجي. عندما أنشئت عن طريق البلوكتشين خاصة بالنيو، مر الوقت، العملة تقوم بإنشاء بلوكتشين خاصة بها، وهنا يظهر لك مشروع العملة. هل فعلا سيقدرون أن يستمروا على إعطاء حلول واستخدام بلوكتشين الخاصة بهم، أم في ذلك الوقت يقفون ويعود المشروع عادي؟ أما أنتولوجي صراحة أعطت حلول عديدة وقامت بالاشتغال في كل البلوكتشينات. كمثال تشتغل في البلوكتشين الخاص بالبولكادوت، لديها شراكة مع الباينانس سمارت تشين، لديها الكثير من المنتوجات وشراكات مع مؤسسات. العملة موجودة على أكبر المنصات من بينهم الباينانس والكوين بيس برو. الأول تايم هاي إلى أي حد وصلت وإلى أي حد انخفضت؟ أقل سعر انخفضت إليه منذ 3 سنوات أو بدأت به أقل سعر منذ سنة عند حدث الكورونا 2020 هو سعر 0.22. أقصى مبلغ وصلت إليه هو 10 دولار منذ 3 سنوات سنة 2018. حاليا العملة في أسعار 1 دولار من العملات القوية والجيدة والتي يمكن أن نراها في أسعار كبيرة جدا. ننتقل لآخر العملات، هي عملة الأوشن بروتوكول. سعرها الحالي 1.49. الماركت كاب الخاصة بالعملة 625 مليون دولار.
الفوليوم اليومي محترم 391 مليون دولار. ما يروج في العملة حاليا 419 مليون. توتال سبلاي هو 600 مليون والماكس سبلاي هو 1.4 مليار. ما هو مشروع الأوشن بروتوكول؟ من العملات التي تشغل البيك داتا تقريبا مثل مشروع الجراف. لديها الكثير من الاختصاصات هذا المشروع، لديها الذكاء الاصطناعي، الديفاي، البيك داتا، لديهم منصة خاصة بهم. صراحة من المشاريع القوية والتي بها الكثير من المستثمرين. هناك من العملات التي تستثمر في مشروعها، وهناك من تريد فقط أن تربح من مشروعها. كيف ذلك؟ مثلا هناك بعض العملات التي تنفق الكثير الكثير على مشروعه، يكون أصحاب المشروع ذو نفوذ، كمثال عملة الألروند من العملات التي أصحابها يعني مستثمرين كبار صراحة، كمثال عملة الأوشن بروتوكول من العملات القوية والتي فرضت نفسها بشكل كبير، أتت بالكثير من التقنيات ولديها العديد من الشراكات. العملة موجودة على أكبر المنصات، من بينهم منصة الباينانس. مشروع الأوشن بروتوكول من العملات الجيدة. نرى الأول تايم هاي الخاص بالعملة، أقل سعر انخفضت إليه وأقصى مبلغ وصلت إليه، أقل سعر انخفضت إليه أو بدأت به منذ سنتان، سنة 2019، وسعر 0.01. أقصى مبلغ وصلت إليه منذ 8 ساعات و 1.67. من العملات الجيدة. في هذه الحلقة اخترنا لكم أفضل العملات الجيدة والتي يمكنها أن نراها في أسعار كبيرة. لا تنسوا دعم هذه الحلقة بلايك، ولا تنسوا أن تضعوا لنا تعليقاتكم وتضعوا لنا العملات التي يمكن أن نبحث في مشاريعهم ونقوم بعمل لها مراجعة ونتحدث على كل الأشياء التي يمكننا أن نناقش فيها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.